السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء المشاهدين لقناة منارة العلم English for you. أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على قناة منارة العلم. النهاردة هشرح حاجة معظم الناس سألتني عليها وبيتلخبطوا فيها قوي، وهي prepositions حروف الجر in و on و at. يا مس الفرق ايه بين in و on و at؟ امتى احط in، امتى احط on، امتى احط at؟ تعالوا معايا هنفهم مش هنحفظ وهنعرف الفرق بين كل واحدة فيهم. طيب in و on و at انا بتكلم بيهم او بستخدمهم عشان اعبر عن زمن او مكان. طيب لما بعبر عن زمن او مكان ايه الاختلاف بينهم؟ ايه الاختلاف بين in و on و at؟ لو جينا رسمنا دورية كده وحطينا فيها، هنلاقي ان ان بتتحط اول حاجة في الدورية، ان هي بتبقى اقل تحديدا، بتكلم فيها عن مكان كبير واسع ما حددتش هو انهي مكان بالظبط. ده لما باجي بتكلم عن مكان، يعني مثلا هتكلم عن مدينة، عن دولة، عن محافظة، انما ما حددتش لا الشارع ولا اسم ولا رقم ولا محل مميز ليه، فعشان كده بقول ان. اون هحطها تاني حاجة في الدورية اللي هي اوسع شوية، ابتديت ان انا احدد اللي هو اسم الشارع، فبقى فيه تحديد اكتر شوية. انما ات حددت بدقة بقى، فديتك رقم العنوان، رقم الشارع، رقم العمارة، رقم البيت، وصفت لك ان في محل حلويات تحت البيت، وصفت لك ان في محل موجود في الحتة الفلانية، فبقى الموضوع اكثر تحديدا. يبقى ان الحاجة مش محددة، بيبقى مكان واسع. اون اكثر تحديدا، حددت لك الشارع. ات اكثر بقى تحديدا خالص، ان انا حددت لك المكان المعين اللي انت رايحه في الشارع ده، العماره رقم كذا، الشارع رقم كذا، المحل رقم كذا، وهكذا. طيب يعني ايه؟ انا لما باجي اتكلم عن مكان، بلد، دوله او مدينه، بحط ان، ما حددتش المكان بالضبط، فبقول ان سعودي اريبيا، in كايرو، in نيويورك، in ايجيبت. بلد واسعة ما حددتش مكان محدد فيها، بلد واسعة ما حددتش هي فين، البلد، المنطقة، المدينة، تاخد in. in لندن، in انجلند، in فرانس، كل الحاجات دي تاخد in. المكان اكثر تحديدا لما اتكلم عن شارع معين، فاقول on رمسيس ستريت، on اوكسفورد ستريت. إن يعني حددت المكان بشكل أدق، إن يعني إن أنا حددت المكان بشكل أدق. أن أدق الأدق بقى، آت أدق الأدق الأدق. يعني إن الحاجة لسه واسعة ومش محددة قوي، أنا عرفت البلد، المدينة، إنما المنطقة، إنما الشارع فين أو الحاجة فين لسه معرفتش قوي. أن أنا قربت شوية، عرفت الحاجة أقرب وأقرب. آت انا عرفت الحاجة بالظبط موجودة فين، فهي الاكثر تحديدا. ان تاخد الدولة او المدينة او البلد بشكل عام دون تحديد شارع او مكان بعينه. اكثر تحديدا ان حدد العنوان بالضبط برقم الشارع. ات انا حددت اسم المحل، زي ما قلت مثلا at 25 Broadway Street at the store in Omar Street. يبقى أنا كده حددت رقم 25، الشارع رقم 25، حددت المحل اللي موجود في شارع عمر. يبقى هكذا أكثر تحديدا، فخدت at. طيب الخلاصة، عند استخدام on أو in أو at للمكان، هستخدم in أمام الدول والمدن والأماكن بصفة عامة دون تحديد لاسم الشارع. هستخدم on عند تحديد اسم الشارع لتكون أكثر تحديدا. هستخدم at أكثر تحديدا عند ذكر رقم الشارع أو علامة مميزة للشارع كعنوان محل. example you can meet me not McDonald's. حلوها انتوا بقى وبعتولي، هقولولي هتاخد in ولا on ولا at. نفس الجملة برضو تكملتها حلمي street، هتاخد in ولا on ولا at. بقول I lived not England for 3 years. ها England منطقة، دولة، مش مكان بعينه. Specially not London. هتاخد in ولا on ولا at؟ مكان واسع، التحديد واسع، ما حددتش يعني ما قربتش، ها لسه الدايرة من برة، لما قرب أكتر يبقى إيه، لما قرب أكتر وأكتر يبقى إيه، وهكذا. in on at عند استخدامهم للتعبير عن الوقت نفس الحكاية. in تحدد الزمان بشكل عام،
لان ان ما بيبقاش محدده الحاجه قوي، بتبقى الحاجه عايمه شويه. فمثلا هقول في القرن العشرين في شهر يناير، في خلال 3 شهور، في سنة 2009، في خلال 3 أسابيع، يعني بقول in 2009، in April، in 3 weeks، in a few months. on أكثر تحديدا، حددت التاريخ أو اليوم المميز، فقلت on my birthday on the 14th April on Friday وهكذا. at أكثر تحديدا بقى، أحدد ساعة بعينها صباحا أو مساء، فأقول at 5 PM، at 20 AM وهكذا. تمام. إن هتيجي قبل المدن والشهور والسنين بصفة عامة، إن هتيجي قبل المدن والشهور والسنين. أنا الأول بس حفظتك يعني فهمتك، عشان مش عايزك تحفظ عايزك تفهم، ففهمتك الفكرة إن الحاجة مش محددة. أن أكثر تحديدا، آت أكثر تحديدا، سواء بالنسبة للوقت أو بالنسبة للمكان، بس بصفة عامة إن هتيجي مع المدن والشهور والسنين، فأقول I was born in Egypt، I was born in April، I was born in 1939. لما أتكلم عن مكان بذهب إليه بستخدم go to، فبقول I will go to France in September، I will go to cinema، I will go to the cafe، I will go to my room وهكذا. She will go to school، he will go to the doctor، هنا يذهب إلى والمكان. بفرق بين لما بقول حد هيروح حتة أو أنا هروح حتة، ولما أقول أنا سوف أذهب إلى. لو أنا موجود في دولة معينة هتاخد إن، فأقول إن لندن، إن إيجيبت. إنما لو أنا لسه هروح لمكان فأقول go to كذا. إن بيجي معها فترات اليوم، فأقول in the morning، in the evening، in the afternoon. يبقى إن هيجي معها فترات اليوم، in the morning، in the afternoon، in the evening. بتيجي معها السنين، بتيجي معها الشهور، أقول in August، in 2019، أقول إن إيجيبت وهكذا. يبقى هتيجي معها الدول، السنين، الشهور، الفترات بتاعة الصباح والمساء بتاعت خلال اليوم. طب on بتيجي مع إيه؟ بتيجي مع أيام الأسبوع، أقول on Monday، on Sunday وهكذا. إن بمعنى فيه، وon بمعنى على. بستخدم إن برضو لما أجي أقول فيه، وبستخدم on لما أجي أقول على. فبقول it is on the table، it is in the table، يعني انها على المنضدة. it is in my bag، هي في الحقيبة بتاعتي. يبقى هنا في المثال الاول استخدمت on بمعنى على، انما استخدمت in بمعنى فيه. on the chair، on the desk، on the chair، on the desk، خلاص هنا برضو بمعنى على. خلاص يبقى انا كده لما هاجي اتكلم تاني عن ان وان وات بصفه عامه، ان الحاجه اللي فيها ما بتبقاش محدده قوي، اون بتبقى اكثر تحديدا، ات اكثر تحديدا وتحديدا بدقه. فلما بستخدم ان في الاماكن وفي الوقت بيبقى الوقت عندي عايم، بيبقى ان فترات الصباح ما حددتلكش انهي ساعه من الصباح ولا انهي يوم، فبقول in the morning، in the evening، in the afternoon. أقول in المدن أو المدينة، England، Paris، Italy، France. أقول in August، in September، تاخد شهور السنة كلها. أقول in 1990 مثلا، بتاخد السنين. on هتيجي مع الأماكن المحددة أكتر، إن أنا مثلا أكون قايل لك اسم شارع معين بس ما اديتلكش رقمه، أقول لك اسم شارع معين فهتجيب لي ساعتها on. آت لما أكون حددت لك أكتر الشارع دوت إيه المميز فيه، في مثلا اسم محل، في رقم عمارة، فساعتها هختار معايا آت. تمام. هو كده بس الدرس بتاع أون وإن وآت، وما بيلخبطش خالص. أنت بس حاول تفهم الجملة وتشوف هل الجملة بتتكلم على حاجة محددة، ولا حاجة أكثر تحديدا، ولا حاجة محددة بدقة أكتر. حاجة محددة بس زي المدينة وشهور السنة وأيام المدينة وشهور السنة وفترات الصباح والمساء وكده، ناخد إن. حاجة أكثر تحديدا هناخد معاها أن. حاجة بقى محددة بدقة قوي هنختار معاها آت. هو دوت كان الدرس بتاعنا النهاردة. يا رب تكونوا فهمتوه واستوعبتوه. اللي عايز أي حاجة يبعتوا يراسلني، ما تنسوش تحلوا الجملتين اللي أنا سايبهم لكم عشان تحلوهم. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس واستوعبتوه. With my best wishes، منالة العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.